ربي تبارك وتعالى يفرض خمسة صلوات أو غص ضيض يفرض نس تبارك وتعالى في العباد نس تفنطلق نس كان محدد ولي جوزي بنادم أي زري تزلت غلق نس استزل قبل الوقت ولا استزل بعد الوقت أشكر ربي تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكنت زلت الظهر هنا لتبدو لقنص من غير الزوال انت فكت يعني اغتري تفكت تظلم في قلنا تريت الجهد المغرب غير لغا تغرب غير لغا تغرب من غير كنت تبدو اركيغ كيغت الحاجة اسكلونس اغازودنس كيغت الحاجة اسكلونس اغازودنس لقتن اتكمل لقتن الظهر وكان يفولكي استي الظلمان ولقتنس لي زوارن أبلا اقتحمتها فوقت هن استجب لدي ميميت كالك يبرد الحال شوية شكون النبي صلى الله عليه وسلم منا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم تظلت العصر انت كنت تظلت لي انت الظلمت كنت تظلت الوسطى لأن ربي تبارك وتعالى لغلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وكانت تفتت سلا وقت الوقت اللي كان الاختياري يقات من يغزري تظلت من الظهر من يغزري الوقت تظلت من الظهر هارك يغتورغ تفكت بقان يغتورغ تفكت يغي بين تورغا تبين غوكال غربان أقص تبين تفكت يستورغ وان قال وقت الاختياري الى داخل وقت الاضطرار ما تيقال من وقت الوقت اللي غد تورغ تفكت اركي تروح تفكت وكان ما يقال اسم ايجا الوقت الاضطرار ولا ينفو لك بنادم ولا شي جوج تستاجد وقتا الوقت ابلغت لك الضروره اما قلت الضرورات وفلسي اللي حرج خصك تظل بنادم محدوده تروح تفكت اما تظليت انت وتجي المغرب انا ما كنت انا كنت تبدو من كي تروح تفوكت اركي يروح وسكنوا لنا ازقوا كروس يا سكنوا ازقوا تيلي يغزري المغرب سيميك يروح غوان صافي هن المغرب لقنس تزري وكان يفرك حتى انت لقنس استزور بنادم ولو لقنس ابلا ضيد المزدلفه المحرم بالحج ان تتجار كتسمون العشاء جمعة أخير أما تظليت نطيط العشاء هنا تبدو الوقت نس من كيغ يروح وسقنا الناس قواغ التي كانت الشفق الأحمر نص نضيط وكان يفول كيف ندم أستيجر كي يقرب نص نضيط يقصوا لك الحرج وكان بندم هل نريد يفول كي أي قن قبل تظليت العشاء ولا أي سوال ولا يمز الجماعة يغزري الوقت العشاء أبلغت لك المصلحة أشكو النبي صلى الله عليه وسلم على تنغي الحديث أبي برزة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وكنت ظليت الفجر منو كلقت نسنتات من كي غدي غولي الفجر ويسين يفول حال شو ميك كي غطولي تفوقت وكان يفول كي داح بنادم أستي ظلقت لقت نس لي زوان يفول كي أستي ظلقت بنادم لقت نس لي زوان وكان يفرك بنادم اي حرص اي زل تظلو وين تسموست على وقت نسنت باش اي ولا جري فركين ياوي الخير فركين اشكو النبي صلى الله عليه وسلم التين غير الحديث لدي رواي بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله قال الصلاة في وقتها